نرحب بكم في منصة بلدية كلباء ضمن جناح حكومة الشارقة. طبعاً إحنا اليوم مشاركين في برنامج وافي. طبعاً برنامج وافي هو عبارة عن منصة تفاعلية بين المتعاملين والذكاء الاصطناعي. طبعاً مستخدمين في هذا المشروع تقنية GPT-4، أي نستخدم المحادثة الفورية فيه. طبعاً هذا البرنامج يسمح للمتعامل بأن يحصل الاستفسارات الخاصة بالمدينة، وكذلك الاستفسارات الخاصة بالخدمات اللي تقدمها البلدية، وكذلك التقديم على الخدمات.